شوفوا اليوم أهل عقيل شنو مختارين اللي يشوفوا الجفت أم باي النيت. والله العظيم إني صرت ياهل هانا مونتانا، الكل يدري كثر أنا أموت على هانا مونتانا. جايبين الجيتار مالها مع الأورج، ما أدري شو اسمه، بيانو ما شنو أورج، وجايبين الجنطة عليها ستار ستار وبلو جلتر وناسة شنو روك سنسيشن. اشوف شو الباربي، شوفوا الباربي. يلا كل شيء صار باربي بعد. امبي وايد امبي وايد مستانس على هذا الشيء، يعني هذا يعني او ماي جاد يبي لي كل الاشياء اللي احبها. هذا حق غرفة يعرفون الاشياء اللي وين زي طلع صوت. هو في صوت؟ اي ثينك لا ما اتوقع. لا بس قرص ناش كثر اشوف وناسة كولكشن. هذا شنو كيوت اشوف هذا عادي. او ماي جاد انا مونتانا امبي عقيل وناسة خلاص. بس هذا كله فنتج لان هذا مو موجود بالسوق. ستوب اي كانت بريث واتس ذس. هذا كولكشن كامل هانا مونتانا. بعد ايش تبين؟ جايبين اللي بخاطرك. امبي لا وايد وناس احب هذا السيزون الثاني طبعا. ايش دراك؟ والله حظت هذا السيزون الثالث حظته. هذا السيزون الاول هذا الثالث، هذا من فيلمها، هذا السيزون الثالث. شنو هذا بعد؟ اي كانت قلبي الصغير. هذا شنو؟ هذا شوفي دايموند. هذا انت ترسمينه مع شو اسمه؟ شنو هذا؟ سوشيال كالندر. امبي هذا الاستيكرز ورسومات. امبي عقيل لا وناسه. بس هذه كلش مو هانا مونتانا اللي تو طلع صورتها. ان شاء الله ما يرسمونها صح. الله عقيل وناسه. ثانك يو. بعد دفاتر نوتاتي الجديده امبي وايد احبها. تدري ان لما كنت اتابعه كانت امنيتي وحياتي القى الجاكيت الاحمر مالها. ايش الشيء هذا؟ شنو البرانده يا جماعه؟ دوروا برانده. امبي لا وايد كان بخاطر البس الجاكيت الاحمر، وكنت احتر من مو احتر يعني والله وايد احب شيء. غرفه ملابسها يا جماعه طلعوا لي برانده تدشوا عليها غرفه دايرك. ملابسها عرفتها اللي تفتر وتبطل. ما شفتها ما خافت شي نفس شفت الشوز مالها. هذا حق البيوتي هذا قصدي فيكس بلاس، مو كلها احد يستخدم نوت الجمعيه. هذا تنشحن وتخيلوا ان هذا هاند ميد. شوفوا جايبين يقولون هذه تشابهج. دقيقه منو؟ الله نفس الحركه كيوت. صح حركتي وشعري وشي الستايل امبي. ثانك يو جايز وايد اشياء هانا مونتانا. بسوي سكشن هانا مونتانا. هذا شنو؟ هاي سكول ميوزيكال. زين بعترف اعتراف ما تابعت هاي سكول ميوزيكال. والله انا شفتها شويه اعتقد. امباي استيكراتها. هذا تعرفينه بباي؟ لا انسايد اوت. هذا كنا بنتابعه. اي بينك بانثر كل اشياء بينكيا. ما ده هذا ما راح يفيدش هاي سكول ميوزيكال. بس احبهم يعني احب اشلي تسدل بنستها دم بعد ايش تبين؟ كل ما هذا يقول لك اسحبوا علي يا فرح. شكرا. شنو بعد؟ امبي لا يعني ما ادري صدق يعني قاعد احس نفسي ان انا ياهل اقل هالدرجه انا ياهل. انت لان مره يا بولك في بعد ملف مره يا بولك استانستي فخلاص. او ماي جاد سكتش سربرايز. This one good. Scratch and sketch celebrate the magic of friendship. اشوف ماي ليتل بوني. قاعد اشوف اشياء باربي. ورني هذا شنو؟ هني لازم نسوي سكتش ما ادري شنو سكراتش. هذا تكتبينه بهالقلم نسوي كذي يعني ايه وما يبين. دقيقه بشوف بجرب كذي. ايه سكراتش. الله طالع القلم. دقيقه امبي عجيب. قاعد تشوفون اللمعه؟ او ماي جاد وناسه احس بقعد الون. ايه سكراتش. الله طالع القلم. دقيقه
امبي عجيب قاعد تشوفون اللمعه. او ماي جاد وناسه احس بقعد الون. I love you more. بس والله هنا وايد فنتج وايد 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 يعني حتى الصفحة اللي من داخل قديمة أيام لما كنت أنا بالابتدائي صج أو عادي أصغر يمكن. هذا شنو سوشيال كالندر؟ هذا دفتر هنا وايد فنتج وايد 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 يعني حتى الصفحة اللي من داخل قديمة أيام لما كنت أنا بالابتدائي صج أو عادي أصغر يمكن. هذا شنو سوشيال كالندر؟ هذا دفتر هم دفتر ستيكرز. تذكرون لما كنا نجمع دفاتر ستيكرز في دفتر يعني فاضي تحطين فيه كان دفتر فاضي ونجمع ونتبادل بالضبط نتبادل ستيكرز تو ماتش ثينكس. خل احطهم كله بجنطتك كيوت. ثانك يو. يلا باكر وراي دوام باكر وراي مدرسه. واخر شيء قراراك غنيه. لا يعني انه شيء ايش تحبينها؟ وايد احبها. سؤال ليش؟ ما ادري عقيل يعني كانت يور ايدل وما زالت كلش يعني كلش قصدي انه يعني اوفر وايد. انا جبتك الشوز مالها انهرت بكيت بكيت اي كانت بريث. امبي ذكريات والله العظيم. تدرون كم مره شفت السيزونات كلهم الاربعه؟ يمكن عادي يمكن اربع مرات عادي اشوف مره ثانيه ما عندي مانع. أموت عليها عقيل. أبي أشوف ورد البيت أشوف. أبي أشوف أنا مونتانا ذا موفي شايفت 7 مرات. بشوف المرة الثامنة. توني واصل البيت. أتوقع أنكم تعودتوا هالحزة. حزة شنو هالحزة؟ بالنسبة لي حزة أكواد الخصم. جايبت لكم كود خصم من نمشي يسوي لكم 10% على الأشياء اللي ما عليها تخفيض. يعني أنتوا مستفيدين من كل الجهات، مستفيدين من العروض اللي هم اوريدي مسوينها، ومستفيدين من كودي الخصم اللي راح اسوي لكم خصم على الاشياء اللي ما عليها اي تخفيضات. طبعا نمشي منزلين كولكشنات وايد جديده حق العوده للمدارس، ومنزلين وايد اشياء حلوه حق الحريم والريايل والاطفال. وغير كذي اللي احبه بنمشي انه كواليتيات الكواليتيات كواليتي الملابس وايد حلو عندهم. وإذا ما لك خلق تروحين السوق تقعدين تجابلين آيبادك أو تلفونك تبطلين نمشي وتتسوقين، لأن في أغلب البراندات اللي موجودة عندنا بالسوق وفي عندهم براندات حصرية. وغير كذي العروض اللي يسوونها يمكن ما تلقونها بأي محلات ثانية. مثلا في عندهم محلات مانجو، عندهم نيولوك، وايد اشياء عندهم، والعروض هذه ما تكون موجوده بالمحلات، تلقونها حصريه بنمشي. وفي اشياء حصريه توصل اونلاين بس بابلكيشن نمشي، والتوصيل بابلكيشن نمشي حق السعوديه والكويت وعمان والبحرين والامارات. يعني اول ما تبطلون الابلكيشن على طول يطلع بويهكم تخفيض 25%. كود موجود حق الكل، تقدرون تستخدمونه على اي شيء يسوي لكم خصم 25% انكلودينج الايتيمز، يعني حتى يسوي خصم على الاشياء اللي اوريدي عليها سيل. يعني وايد ديل نار الصراحه. ومن من كيدز وعندهم اكسسوارات البيت وايد طبعا احبها من نمشي. اخر مره وريتكم الاشياء اللي وصلتني. وهني تقدرون تدشون على البراند تختارون البراند اللي انتو قاعدين تدورونه. في اشياء مرات ما تحصلونها بالمحلات، مثلا سايزاتكم تكون موجودة بالمحلات، أشياء تكون خالصة فتحصلونها بأبليكيشن نمشي. هذه هي البراندات من A to Z. ضعت أنا بالبراندات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وايد. From A to Z كل شيء تلقون كل شيء. قسم الحريم طبعا وايد عندهم أقسام، new arrivals، all clothing، وايد وايد اشياء basics. هذه الاشياء الاساسيه اللي لازم تكون موجوده عند كل بنت. bags and accessories، sportswear اذا تروحين النادي، او حق البنات اللي مثلا بالمدرسه حصه العاب عندهم تقدرون تلبسونها، يعني حق كل شيء. خندش على وايد اشياء عندهم. باك تو ورك حق الموظفات،
أشياءهم تموت يعني. أنا اشتطيت صراحة، أحس ودي ودي لو أداوم بس عشان أكشخ من ملابسهم. عندهم قس ماربلز بلس سايز، هذا البلس سايز حق الحوامل أو اللي أحجامهم يعني مثلا ما يلقون سايزات كبيرة بالمحلات. شوزاتهم تونس ترى، هذا نار ناري قاعد خيل على اللبس، هذا بعد حلو، هذا هابين فيه شفاف ترى عندي منه البينك، يعني كل الهبات تلقونها وايد حلو اللون الأصفر. الله هذا بعد عندي منه كيوت، هذا وايد غريب. بوتس عندهم، خلينا نشوف بعد شنو في، هذا حلو فينتجي فينتج لوك، هذيلا وايد حلوين يعني احس مع كل شيء يلبسون، مع بويفرند جينز، مع سكيني جينز، مع تنوره، مع نفنوف، مع عباية، مع اي شيء يعني. هذيلا خاصه البلاك والنود يعني شيء اساسي الصراحه، اتس بيسك. خلينا نكمل تومي جينز، غريب هذا الشفاف. دشيت على قسم الأطفال لأن الكل يدري إن أنا إيش كثر اشتاط على الباك تو سكول. شوفوا الألوان النار اللي مسوينها، إيش هالألوان؟ شوفوا كل طبعا كل أعمار الأطفال، حق اللي ما مداهم يشترون حق الباك تو سكول، عندهم جيم كلاس، عندهم كل الأشياء الأساسية حق المدرسة، حتى الأكس يعني دفاتر أقلام جناط وهذيل البراندات إذا تحبونهم هم موجودة حق الأطفال وكل الأعمار. Calling all students, it's our biggest competition ever. Okay, خلينا نشوف في competition حق ال students. Okay, calling all في مسابقة حق الطلاب. هلا أبوي، هلا بالأشياء الصح. Unicorns وناسة، هذا أحب عندي إياه. أشياء أمبي وايد تشوق حق المدرسة، ودي أروح المدرسة بس علشان أستخدم الأشياء اللي عندي من كثر ما أنا أحب هالأشياء. والله مستعدة أرد على الأقل يوم، على الأقل يوم واحد. شوف هذيلا أحرف حق اللي يحبون يأخذون على إن أحرف أساميهم، نوتات، مقلمات، أقلام غريبة، أشياء تشوق. هذا وايد حلو الكالندر، تكتبون فيه كل أشياءكم المهمة يعني. الكل يقدر يستفيد، أحس الكل يقدر يلقى شيء يناسبه، حتى حق إذا عندك دوام تاخذي لك كالندر، نوتة، أقلام، حق الطلاب، حق الجامعيين، حق الكل. اشتطيت أشوف هذا شنو، ودينج بلانر، هذا حق العرايس أو حق الودينج بلانرز. دريس امبي كيوت، شنو هذا؟ دقيقة، دريس شنو مكتوب؟ وي والله ما اشوف، بس في اشياء تشوق. انترتينمنت برايدل بارتي، ابي قسم البيسكس طبعا تقدرون تلقون كل الأشياء الأساسية حق الباك تو سكول أو باك تو كولج يعني. هذه الأشياء وايد راح تفيدكم حق المدرسة، حق بنات المتوسطة، الثانوية، الجامعة. شوفوا كل ألوان